أربع أسباب تخليك تستخدم مايكروسوفت إيدج بدل جوجل كروم، والأخيرة في الأغلب هتحتاجها أكتر. وعارف إن أغلبنا بس بيستخدم إيدج علشان ننزل كروم، تمام؟ رقم واحد، لو فتحت أي صفحة على النت ودوست على كنترول شيفت إس في الكيبورد تقدر تاخد سكرين شوت للصفحة بالكامل من غير حتى ما تنزل لتحت. رقم اتنين، هو لو فتحت ملف بي دي إف ودوست على علامة إنسيرت تكست تقدر تضيف كلمة من غير ما تعدل على البي دي إف. رقم تلاتة، لما تدوس على زرار الإف 9 في الكيبورد هيحول الصفحة اللي بتقرأ منها تلقائيا لشكل مبسط أكتر، ما فيهوش غير مقال من غير أي إعلان، وده هيساعدك إنك تركز أكتر من غير ما تشتت نفسك. رقم أربعة، لو دوست على التلات نقط اللي على اليمين فوق وبعد كده مور تولز تقدر تعمل الصفحه اللي فاتحها بين تو تاكس بار علشان تفضل موجوده في التاسك بار لو حبيت توصله بشكل اسرع. اعمل فولو عشان الجزء الثاني.